خمس صار اصبع ثلاث صار كثيف على الحي مطلع اصابات بشار اسعد الله نعم الوكيل 20/3/2012 قلت العام ما حد يسلي يقطع الشارع عن يقطع وادي مع تحسين تقطيع الاهالي بدها تقطع مع تحسين تقطيع الله يفك يا بشار وليك الصاروخ الضارب البيت ليكم هذا الصاروخ النزيف هذا الهاوي ليكم شوفوا بعينكم الصواريخ شو عم تنزل علينا بالارض هاي ما فبرك يا قرد الاخباري السوري شوفوا شلون نزل على باب الدار على بيوت الاهالي حسبي الله ونعم الوكيل 20/3/2012 هذا باب السبعه